النقاط سيقع في طقس رائع جدا بصراحة. جو كورة، جو يساعد اللاعب على التألق. إذا كنت نتوقع أن نشاهد كرة قدم ممتعة، حديث اللاعبين، يلا أعطوني ما لديكم، قدموا الكرة القدم اللي ننتظرها اليوم. نتواجد اليوم في ملعب كما تشاهدون الصور، كل شيء مثالي جدا في هذه المباراة. الكثير لأن المباراة بدأت للتو. تقف الهجمة هنا، تنتهي الأمور هنا. لمسة على اليسار. يحاول أن يلعب كرة بينية. لا تتمتع فيها القليل، التمركز، التموقع، سرعة ردة الفعل، انتباه لكل كرة في الملعب، استغلال الفرص، هذا أمر كبير جدا. أحرز الهدف الأول في توقيت مبكر. كايير هنريكي يستعيد الكرة بعد ضغط هائل، تمريرة سيئة لا تصل إلى اللاعب. أغويلار يغير اتجاه اللاعب على الجناح. باص سيء لم يكن بشكل جيد في اللقطة الماضية. كريم بنزيما تمريرة سيئة لا تصل إلى اللاعب. بضغط قوي تمكن من افتكاك الكرة. وصلت إليه. الكرة راسية. قوة كبيرة وشجاعة أمام المرمى. هل شاهد راسية جميلة متواجد في المكان المناسب من أجل وضع الكرة في الشباك. هذه ذكاء كروي. لم تسبب اي ازعاج الحارس. غريبة جدا اضاعة الكرة من هذه المسافة امام المرمى. اداء مخيب جدا في ترجمة الفرص. ايش من كرة، من تألق، من اداء كبير، من ثنائية في ظرف دقيقتين. رغم الرقابة كان ينجح في التسجيل بكل هدوء. لا يمكن إيقافه بسهولة. لعبة رائعة منه، يعرف كيف يتخلص من الرقابة، يعرف كيف يتعامل مع الضغط. قد تكون هذه فرصتهم. فوفانا تبين عند المساحة الخالية على الطرف. في البداية لباقي هذا اللقاء أمام الفريق المنهزم 45 دقيقة. إما العودة أو الخروج من هذه المباراة بهزيمة. كرة إلى الأمام. كايير هنريكي كرة طويلة للأمام. موسيالا جواو كانسيلو حارس دفاعي ممتاز في مباراة اليوم. يعرف أنه كان عليه بذل مجهود أكبر في التمرير البينية حتى لا يقطع الدفاع. تمريرة جميلة يسيطر على الكرة. يحاول إيصال كرة إلى الأمام لكن كرة خاطئة لا تمر. تمريرة بينية. كرة على الجناح لكن بعيدة جدا. لن يلحق اللاعب بكل تأكيد بهذه الكرة. والآن وقت انتظار كبير مع توقف اللعب.
هناك ومحاولة مع المرتدة، تحول سريع في الملعب. أغويلار يلعب كرة على اليسار، يمر بشكل جميل، وفعلا يحاول فتح شفرة دفاع فريق الخصم. صراحة الضغط كان أقوى من أن يتحمل. يمر يلعب كرة جميلة، لمسة على اليسار، شوف المتعة والفن والامتاع بالكرة. مينامينو، حلول كثيرة كانت متاحة في هذه اللعبة، لقد كان بالامكان افضل مما كان. ضاعت فرصة. محمد صلاح، مولر، كرة كانت خطيرة جدا لكنه نجح في مواجهتها بشكل جيد. تايرو ريكي، والآن تهدئة الأمور حتى تنتهي المباراة ويخرج منتصرا من الميدان. وتعطى